هرجع لفقرتنا اللي احنا قلنا لحضراتكم هتكون دايما معانا، وهي شخصية من مصر، اللي بيعدها وبيكتبها زميلنا الكاتب الصحفي اسلام وهبان، واللي زي ما قلنا ان احنا بنحاول نسلط الضوء على شخصيات مصرية اصيلة، سواء اذا كانت موجودة في حياتنا او رحلت عن عالمنا، ومش بالضرورة ان احنا نستنى على رحيلهم كتير. النهاردة احنا هنتكلم عن فنان دخل كل بيت مصري من خلال أعماله الدرامية وأعماله كمان في السينما. خبر وفاته أول امبارح كان صدمة كبيرة لكتير من الناس، سواء في الوسط الفني أو حتى بالنسبة للمشاهد العادي. الفنان القدير عادل أمين اللي شارك في كتير أو عدد كبير من الأعمال الفنية اللي تجاوز حوالي 140 مسلسل وفيلم سينمائي، وعلى الرغم من أنه ما كانش صاحب الأدوار الأولى أو حتى نقدر نقول أنه دور تاني، ولكن أحيانا ممكن كان ياخد الأدوار الثانوية دور مساعد، إلا أنه كان نجم في كل الأدوار اللي قدمها. ومن الممثلين اللي أنت بتحس أن الدور متفصل عليه، يعني إحنا مش ممكن ننسى أبدا دوره أو دور عزرة اللي قدمه في المسلسل الرائع طبعا الملحمة الوطنية رأفت الهجان، دوره طلعت الشماشرجي في مسلسل ليالي الحلمية، صوت عادل أمين وملامحه اللي كانت ممكن بس أحيانا تحصره في دور الخواجة الجاسوس، إلا أنه قدر كمان ينوع في كتير من أدواره، قدر يقنع المشاهد بشكل أكتر من رائع. بقى اسمه مرتبط بزمن الفن الجميل لأنه بيهتم بكل تفصيلة في الشخصية اللي بيقدمها. بندعي له بالرحمة وبنقول له أنك متعتنا لسنوات طويلة وقدمت لينا فن راقي وهيفضل باقي رغم رحيلك. سيبكم مع انفوجراف عن الفنان الراحل عادل أمين. ربنا يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وهرجع طبعا استقبل تليفونات حضراتكم مره ثانيه، وبعتذر على التاخير اللي دايما بيبقى خارج عن ارادتي، يعني الوقت، يعني بحس ان احنا احيانا بقى المفروض وقت اكتر من كده، بس لو اكتر من كده يعني الناس هتزهق.